رئيس الحكومة التونسية الياس فخفاخ، صباح الخير. مرحبا، شكرا على استقبالنا لهنا في القصبة في رئاسة الحكومة. فترة صعبة، صعب المدة هذه، معناها إثر ما الجدل اللي تم طرحه حول شبهة تضارب مصالح متعلقة بشخصكم وبنشاطكم التجاري صلب شركة سوتيم فاليس سيربول، وكانت فما شركة أخرى صار عليها حديث اللي هي فيفان. نهار الاثنين 29 جوان كان رئيس هيئة مكافحة الفساد في جلسة استماع في اللجنة البرلمانية. نهار 25 جوان أنت كنت قدام المجلس وقلت لو كان أنا يثبت أني تجاوزت القانون أستقيل، وهذه القيم اللي ندافع عليها. نهار الاثنين وقت اللي سي شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد كان حاضر في اللجنة البرلمانية قال أنك تجاوزت القانون. شعملنا وجمليح؟ ليه شعملنا وجمليح؟ والحاشا سي شوقي طبيب ماهوش قاضي. دوك تحكي على القضاء. شكون يقول ما تجاوز القانون؟ القضاء. ومع هذا احنا الدوسي هذا كل السلطة خذيته، السلطة التنفيذية اللي هي تحت إشرافي أنا أذن بقيام بتدقيق حول الصفقة المذكورة، معناتها سلامتها وهل صار فيها تدخل ولا لا، وهل فيها فساد ولا لا، وكل شيء. ما عرفوا حتى شكون أنا اللي بشي يقوموا بالتدقيق. مهمة خذيت مجراها. السلطة القضائية متعهدة، مازالوا ما عنديش فكرة مين عارف اللي قال أنه فما زوز قضايا تصبوا، والسلطة التشريعية عملت لجنة قاعدة تتكون في البرلمان للتحقيق فيها. دونك السلطة الكل متعهدة، وهذا هو الديمقراطية، وإحنا فرحانين. أنا فرحان. كل ما هو في حسن النية، كل ما هو في حسن النية أنه هذي قاعدين نأسوا لي ثقافة جديدة، أنه ما فما حتى حد، وأنا قلت هالكلمة أنه كل الناس الكل يطبق عليها القانون، وهذي باهي أنه فما رقابة، فما رقابة من المجتمع المدني، فما كل ما هو سوء حسن النية. أما كل ما هو سوء نية ومعبية سوء النية، وللأسف سوء النية والتآمر و هذيك اللي ما يلزموش يصير، هذيك اللي يلزمنا نتصدّاوه. باش نتصدّاوه؟ هنا ملي بدأت العمل الحكومة هذه قالت احنا حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة. نراو اليوم الجدل اللي أثير حول شبهة تضارب مصالح، اللي ممكن حتى لتوا نحكيوا على شبهة تضارب مصالح، لكن من الممكن ومن المطروح أنها تحول القضية فساد، خاصة بعد التصريحات اللي قام بها سي شوقي طبيب، واللي كان عندها صدى كبير حتى عند لي جوريست القانونيه وكل شيء. هنا ازمه الثقه هذه اللي الجدل اللي صار مؤخرا ما ينجم كان يعمقها. بعدها هي شنية المصداقيه اللي تنجم تكون عند كلامك حتى كي تقول القضاء، لانه الاجهزه الرقابيه اللي تحت السلطه التنفيذيه نعرفوهم. شو نعرفوهم؟ نعرفوهم كمؤسسات، نعرفوا شنو هما المؤسسات هذوما واللي هما يتبعوا. يعني نعرفوهم كيف اللي نعرفوهم باهين معنا ولا نعرفوهم؟ نعرفوهم. يسون ايدنتيفي هاو بالفرنسوي، ايدنتيفي، نعرفوهم شكونهم، تقييمهم موضوع اخر. لكن يبقاو يتبعوا السلطه التنفيذيه، الهيئه المستقله تكلمت القضاء تحب له برشا باش المسار ياخذ مجراه التدقيقات وكل شيء، وينجم بعد كي يبدا القضاء ويبدا فما حكم ابتدائي تقول نستناو الاستئناف واستكمال اطوار التقاضي والتعقيب وكل شيء. شوف، وقت الموندان تاع الحكومه هذيا يوفى. لذا جي لامبريسيون هنا اللي كان جاوزت القانون استقيل، والفرضيه هذيا المحطوطه هي فرضيه اتصاليه لا فرضيه جديه. مالش نعملو؟ شوف، الثقة والمصداقية ماهيش حاجة تتبنى على نهار. هذا مسار كامل للأشخاص وللمؤسسات وكل شيء. وقتاش الشخص تكون عنده ثقة كي يجرب على مدى سنين وتشوف تاريخه وتشوف هذيك الثقة بتاع الشخص وإلا بتاع الحكومة. الحكومة مازال عمرها صغير. الشخص تاريخه معروف معلوم، معناتها سواء في الجانب السياسي ولا في الجانب الاقتصادي. انت تاريخك السياسي قصير. هي 10 سنين. 10 سنين. هي 10 سنين مش شويه. 10 سنين قصير. لا 10 سنين مش شويه. 10 سنين ماهوش شويه. 10 سنين قصير. شوف، 10 سنين في تونس باللي عشناه في العشر سنين هذوم، تاسيس وصراع وتحمل مسؤوليه وحكم وانتماء الحزب و و و
مو مش شوي. ما على كل حال المنش ما قلت لك عندي قلت لك 10 سنين الحكومة عمرها 3 أشهر. الحكومة جاية بنية هذه جاية من أجل إعادة الثقة ومن أجل الخوض في الإصلاح ومن أجل الوضوح ومن أجل مكافحة الفساد. وفيها من رافع هالشعار مش شعار رافعه كحلم للبلاد هذه في الحكومة هذه ما أنجز من بشوي. الثقة أنه نحن نفذناه الثقة هي في 3 أشهر اللي عشناها كنا في الوضوح في تشكيل الحكومة ولن ناخذ إثنية الملتبسة واخذنا إثنية الصعيب. كنا في الإنجاز في مجابهة الكورونا في أعلى درجة من الوضوح ومن الشفافية وقلنا للتوانسة الكل لأنه احنا نقدروا التوانسة قلنا لهم هاي الوضعية هاو كيفاش باش تعاملوا معها والتوانسة عطونا ثقتهم لأنه كان ما صارش هالعقد الثقة ما صارش هكيك صار عقد ثقة كي التوانسة طلبنا منهم باش يقعدوا في الديار لا ما غير حتى طلبنا منهم التوانسة يقول لك الحكومة هذية خافوا هما شوية سي سور أما زادة عنا فيها ثقة هاي تصارح فينا هاي تحاول تحل لنا مشاكلنا اجتماعية هذا عقد الثقة اللي تبناه وهذاك علاش نجحت أنا اليوم وأنا جاي الصباح كي نشوف اللي الوليدات قاعدين يعديو اليوم النوفيام ورجعوا يقراوا الباك وباش يعديو نقول ميكاليك سوا وقت اللي ياخذين القرار انهم باش يرجعوا وباش نكملوا السنه خرجنا على موضوعنا شويه نحكيوا على الوليدات كيفاش يقراوا معناها وكل شيء والكوفيد انت قلت لي على الثقه الحكومه دونك الحكومه والاشخاص سي تحاسبهم على اللي صار هذا صحيح مش تضرب نعمتي انا راه في برشا عباد اللي تحب واللي تحب الحكومه هذه تمن بها وتحب تكمل عندهم شك صار ارتباك العمليه هذه وصار ارتباك واحد مش يفسر للعباد كل اللي نجم يقولوا انه كل اللي طالبوا القانون عملته في نفس الوقت مكافحه الفساد حتى لتوا بالنسبه لحكومه الياس فخفاخ الحكومه التونسيه الحاليه مازال اعلن نوايا في الطور هذا شوف حكومه الياس فخفاخ حكومه الدوله التونسيه عمرها 4 شهور عديت منهم 3 شهور تقاوم في معركه ما عندهاش مثيل ما احنا ننساو في افريل كنا خايفين على ارواحنا ليه ما نساوش لا بالكش بعين الاعتبار لا ما على سؤال ما زلتوا ما قاومتوش الفساد وما زلتوا ما بدلتوش واقع الجهات احنا عملنا 4 شهور عدينا منهم 3 شهور نخوضوا في معركه ما كناش لا محضرين لها لا نعرفوا كيفاش نخرجوا منها راو في بلدان بحدانا العباد قاعده تطيح واحنا ما كان ينجم يصير لنا نفس الشيء ما كانش دونك احنا تركيزنا الكل كان انه التوانسه ما يموتوش وانه المنظومه الصحيه نتاعنا ما تنهارش وانه العباد ما تجوعش في ديارها وانه اللي عنده هذا كان همنا وهذا نجحنا فيه التوانسه في نفس الوقت كان فما جانب مكافحه الفساد بدات الوضعيه تظهر لنا اللي احنا كما تقول تجاوزنا مرحله الخطر وهي ديما مازالت راهو معناتها يلزمنا ديما نقعدوا في الحذر معناتها مش وفات الامور احنا كل مره احنا قلت البارح حلينا الحدود نتاعنا وهذا خطر لانه يعني بالتدريج 27 جوان تحديدا اي معناتها 3 ايام التالي واحنا بعد ما كملنا كل فتره فتح البلاد على مراحل بعد حلينا الحدود وباش يتحل على مراحل اخضر واحمر وبشوي واحنا ناكلوا ونقيسوا كما يقولوا ونتبعوا ونواكبوا ونشوف ديك بدات مرحله الحجر وقت اللي مددنا في 15 ابريل ابري ولا 20 ابريل بدينا نشوفوا اولويات اللي احنا حاطينهم لرواحنا هات ننطلقوا فيهم بدينا في السياسه الجزائيه مكافحه الفساد باش الاسوام طاحت وباش المحتكرين في رمضان تعدى هكاكه اللي شديناه عباد في الشهرين نتاع رمضان واللي قبله 4 مرات قد اللي سديناه في سنه 2019 كامله اللي تشد في شهرين السنه يعني إرادة الوقت مازال باش نحلو معناتها هذا اللي جايين من أجل في نفس الوقت أزمة الثقة أنه البلاد بتاعنا تتصلح وأنه الحوكمة بتاعنا تتصلح واضح ماناش جايين هكا ناصبين لا نصلحوا سياسة جزائية إمكانيات للقطب القضائي إمكانيات للشرطة هذا كيفاش تبدل البلاد نعطي أورينتاسيون ونحطوا الآليات ونحطوا الإمكانيات وهكا بشوية في نفس الوقت أزمة الثقة هذية تعرف رجيت متواترة نرجع لجلسة الاستماع في نهار الاثنين 29 جوان في اللجنة البرلمانية جلسة الاستماع اللي كان حاضر فيها رئيس هيئة مكافحة الفساد قال زادة أنك أنت عندك 5 شركات منهم زوز مازلت عضو في مازلت وكيل لهم وواحدة
معناها مازال عندك فيها، مازلت عضو مجلس إدارة. شوف هو اللي هو ذي كانوا كان مخبي، ولكن مخبي في مرحلة أولى. مخبي على شكون؟ مخبي على الرأي العام. هل أنا مطالب أن نقول هذا الرأي العام؟ لا، أنت مطالب أنك تحط هذا في التصريح ممتلكات. هذا اللي صار. كيفاش عارفه سي شوقي الطبيب؟ ما عارفه اللي أنا حطيته في التصريح. طب فما شيء مخبي. احنا كيف اللي نبدا نسمع كانه اكتشفنا حاجه، بينما انه القانون المتعلق بالتصريح عن المكاسب ينص على انه انك تصرح، انك تصرح لكن انك ما تكونش زاد عضو مجلس اداره. بشوي اي انك تصرح وما تكونش عضو مجلس اداره. الحاجه الاولى انك تصرح ما تخبي شيء، وهذا ما وقع. الحاجه الثانيه انك انت عندك اجال انك تستقيل من المواقع نتاعك، في سواء صلب مجلس الاداره سواء في الوحده. الاجال هذوما كان ناخذوهم قبل تعليق الاجال يوفاو في اخر افريل، كان ناخذوهم بتعليق الاجال لانه احنا علقنا الاجال. علاش علقناهم الاجال؟ هكا كنا قاعدين قلنا نعلقوا الاجال، ولا كنا قاعدين البرلمان قال اي نفوض صلاحياتي للحكومه فصل 70 هكا؟ علاش عملناه هذا؟ لأنه كنا في وضع استثنائي، جينا البرلمان فوض صلاحياته، وفي تفويض الصلاحيات هذيك احنا علقنا الأجال، لأنه العبيد قلنا لهم اقعدوا في دياركم ما تنجمش، دونك علقنا بتعليق الأجال هذيك. الديلي اللي تصير فيه العمل هذي ولا يمشي حتى الآخر جويل. أنا ما استنيتش حتى الآخر جويل، أنا من نهار 15 أفريل قبل ما يوفاو الأجال الأولاني، قبل ما يوفاو الاجال الاولاني، الاجال الثانيين ما زلت حتى ما زلت في الاجال باش نخرج. انا نهار 15 ابريل لاني كنت حطيتها في تليفون ان غابي باش ما ننساهاش الحكايه، مشيت عملت هالاستقالات هذو. وسي شوقي الطبيب كي بعث لي قال لي اعطيني ما يفيد انك احترمت الفصل، معناتها يعني خدمه العاديه نتاعو، وذاك اللي يلزم يصير. بعث له الاستقاله، وبعث له الاستقاله من مجلس الوعد، وبعث احاله الجيرانس معناتها سيان كابيني. وهذا اللي صار. دونك اللي مطلوب بالقانون قاعده التصرف في الاسهم، تصرف الاسهم زاده كيف فيها. ما معنى التصرف في الاسهم؟ هو الجيرانس ولا العضو مجلس الاداره؟ بعد قالوا لا تحيل الى وكيل. اوكي، قلنا لحاله الوكيل مش نعملوه، وعملناها وما زلنا في الاجل باش نحيلوا الى وكيل تعين شخص يتصرف في الاسماء. اكثر من هذا، جات هالفصل 20 اللي هو قراءته، والتو عمره ما طبق الفصل 20، احنا اكتشفناه وقتها في قضيه الكمامات، وما فما حتى ما هوش واضح، غموض. جات فصل 20 كريت اللي لانه جوستومون الثقه هذه اللي جايين باش نبنيها، قلت انا مش نمشي اكثر من اللي مطلوب مني. انا الشركه اللي عندها علاقه بالدوله انا مش نبيع الاسهم نتاعي. اي، لكن القيمه نتاع الاسهم نتاعك وانت رئيس حكومه مش قيمتهم قبل ما تكون رئيس حكومه. ما هوش المبدا هذا، المبدا اني انا باش نتخلى. اون بارل ديكونومي دو فالور داكسيون، دونك المبدا نتاع لا فالور مارشاند دي اكسيون نتاعك هو مبدا مهم. اسمعني شقد نقول حتى انت رئيس الحكومه، معناها اسمعني شقد نقول لك، ما نجموش نمفيو هالمبدا هذا. مش المبدا اللي انا باش نحي اي شك، وقبل ما هالفصل 20 يوضح واحنا باش نعملوا مبادره باش نوضحوه، انا قبل ما يصير الحسم فيه الفصل 20 باش يولي بالقانون يلزمك تتخلى، يلزمك ما تتعاملش على الدوله بالنسبه للاشخاص المعنويين، لان انا مشارك ب 20%، انا ما عندي حتى دور في هالشركه. ومع هدايا اللي باش نحي اي وحده، لانه إفكتيمون نرجع لحكاية الثقة، أنا قلت مستعد باش نبيعهم الأسهم نتاعي، وانطلق في عملية البيع الأسهم. لقيت شاري بالسهل السيد رئيس. باه باش نبيعهم لواحد مش شركاء. أوكي. واحد مش ما عنديش خيار آخر، وعملية معقدة، وأنت تحكي على ليفالواسيون والفاد، ما مش هذا همي معناتها، أنا معناتها باش نتخلى، لأنه أول حاجة المصداقية هذه اللي هي أهم شيء لشخصي وللحكومة، ما يلزمش تقعد عليها حاجة. وثاني حاجه الشوانط اللي تستنى فينا البلاد، معناتها كي البلاد مش انا حتى شيء، البلاد الشوانط والبلاد الاستقرار اللي يلزمها، وانا نعرف وضعيه البلاد ونقول فيها، وقلت في البرلمان نحكي على انقاذ الدوله، نحكي انقاذ المرفق العمومي، نحكي على ماليه عموم، هذايا يلزم الامور ترجع الى الاستقرار، ويلزم العمل
يتواصل بالهدوء. دونك اي حاجه تنجم تجيب شك انا قلت نحيوه الحكايه هذه. دونك شو علاش قلت لك انا فما تصريح وفما احترام القانون وفما فصل هذايا العشرين ما عمره ما تفعل وعمره ما تحكي عليه. اول مره تحكي عليه في صفقه الكمامات وقعد هكاك وتوا قلت قبل يا سيدي ما الفصل العشرين هذايا ما يتنقح. وجهه نظركم وقربتك مفهومه هنا سيد رئيس الحكومه. في الظرف هذا الكل فما ارتدادات سياسيه طبعا الوضعيه هذه كيفاش تقيم ما يعبر عليه بين بالتضامن بين الاحزاب احزاب الائتلاف الحكومي؟ شوف ديما كيف كيف راه الائتلاف الحكومي هذا ما جاش عباد هكا شيخين وقاعدين وقالوا يا كانوا نربحوا في الانتخابات نعملوا حكومه مع بعضنا. راه الائتلاف هذا تكون معناته كيفاش يقولوا قيصريه الولاده نتاعو. رانا احنا مشينا الى الاقصى يعني مشينا انه حكومه ما تعدتش في البرلمان وانه رئيس الجمهوريه اختار شخصيه من خارج الاحزاب اللي ممثله في البرلمان. سؤالي كان كيفاش تقيم ما يعبر عليه بالتضامن بين احزاب الائتلاف الحكومي؟ وهذا هو مش نرجعوا المسار الديمقراطي الانتقال الديمقراطي. لا 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 مش الاتحاد مش نقول لك التضامن. التضامن لازم تكون عنده قاعده. انا قلت لك هالائتلاف هذا اللي يتعرف على بعض مازال حتى فما خلافات بيناته. عملوا تيم بيلدينغ سيد رئيس الحكومه معناها 14 مازال يتعرف على بعض. الائتلاف الحكومي الائتلاف الحكومي الائتلاف راهو فيه حكومه وفيه احزاب مكونه الحكومه وفيها النواب وفيها كل شيء. هذايا فما اكثر حاجه صار فيها اللحمه هي الحكومه اكثر الحكومه يعني الفريق الحكومي لانه الفريق الحكومي جاته ملحمه ما كانش عنده خيار اخر. انسان منين جاي عنده تونس يلزمه ينقذها. دونك قربوا ياسر لبعض. تيم بيلدينغ اللي تحكيه مش سيمينار في الحمامات. تيم بيلدينغ عباد لازم تقعد مع بعضها باش تلقى حل كيفاش نوصلوا لعانات وكيفاش السميد نلقاوه وكيفاش نخلقوا ميات نفرش بتاع يعني العباد كلها خدمه مع بعضها بالروح هذه. قربوا ياسر لبعض انسوا اللي من نهضه واللي مستقل واللي ما عادش هو بيد الائتلاف الباقي يعني النواب والاحزاب والكل مازال فما صعوبات اما وعادي لانه قلت لك لو احنا عندنا اربع شهور مازلنا كبدين نستثمروا انه وانا قلت لهم هات نستثمروا لتوحيد هذا الائتلاف من اجل مواصله خوض المعارك بعد معركه الكورونا اللي ربحنا فيها الشعب التونسي. عندنا معارك اخرين تستنى فينا. قلت نستثمروا لتوحيد الائتلاف هذا وتوسيع مش كلمتي هي الجارجون اللي مستعمل معناها في الساحه السياسيه. هذا سؤال باهي فما مجال توسيعه كيف التوسيع كان جينا نحبوا نمشيوا للتوسيع نمشينا لهم الاول هاي احنا هكا تو بعد اربع شهور قلنا اي لا فما حتى نبيل القروي ولا ما عينوش قال رئيس حزب قلب تونس قال اللي هو ما ينضمش حزبه ما ينضمش الحكومه فاسده اي لا خطبوهم ولا عطاونا ولا كيفاش تتقال لا شوف هذايا بالله كيفاش يقولوا ما نتخصمش انا نحكي. شوف الائتلاف هذا تبنى على فكرة ما تبنيش هكيك عادة تبنى على فكرة أصلية واختار الحزام نتاعه لتصور ما اليوم الحزام هذا مازال ما تقواش خاض معركة وربح قادم على خوض آخر ما غير لا تردد وما غير المواصلة في الترقية وما هواش البقاء في الحكم هو الأصل. الأصل هو الإصلاح وباش يمشي في الثنية هذيك ماهوش ماشي في الثنية سهل ماشي في الثنية صعيبة باش تونس اللي نحلموا بها تتولي واقع. أنه هذايا اليوم ماهوش مطروح توسيع مطروح تمتين الائتلاف وهذا اللي نستثمروا فيه. نهارت اللي نراو أنه الائتلاف هذايا فشل في الإنجاز فشل في الإصلاح فشل في خوض معارك الإصلاح فشل باش يبدل واقع التوانسة رغم الواقع الصعيب نتاعه بميزانية المالية وبالكل المقاربة هذه مش متبنيها المكون اللي عنده الأغلبية النسبية في الائتلاف هذا اللي هو حركة النهضة وعلى رأسه راشد غنوشي. ما هوش أن سكري هذا من الأول حتى من قبل ما تتكون الحكومة كان فما خلاف فما زوز تصورات نقنع وتقنع الحكومة بمكوناتها وفما تطور في جانب كبير فما شكون مازال مع فكرة أنه نوسع وأنه تكون القاعدة أكبر وأن جربناها تقييمنا كي جربناها أول حاجة ما نجموش نقارن 2011 و12 و13 و14 بتوا جربناها فما شكون يقول نجحت فما شكون يقول فشلت. التوافق العريض وعملنا حكومات ب170
الإنجاز وينه؟ يعني حركة النهضة هي بيدها ترى وعندها كان مهم من قبل وداعيهم أنهم يستثمروا في الائتلاف. نستثمر وهذا شو قولوا نستثمر في الائتلاف هنا في نفس الوقت الائتلاف حتى التوى ناجح بإنجازه. الائتلاف حتى التوى عنده وثيقة تعاقدية وعنده أولويات وقاعد وخدم على خطة إنقاذ يحاول يعبي بها كل الشعب وكل الشارع باش يكمل يواصل في الثنية اللي عملها ومواصلين. بدينا نحلوا في دوسيات الجهات اللي احنا جينا من أجل حلين المشاكل. هنا جينا دوسيات الجهات. أنت الحكومة هذه أعلنت أنها حكومة الديمقراطية الاجتماعية كم مش نعطيها هوية سياسية ولا حاجة. في نفس الوقت الحكومة هذه اليوم قاعدة تواجه في ملفات اجتماعية قديمة لكن جديدة أيضا. ومن أهمها يمكن أو أبرزها في المدة الأخرى هي الحقيقة كلها عندها أهمية من بنزرة التطاوين مرورا بقفصة المشاكل الكبار ودرني المون تطاوين هي اللي تكلمت. تطاوين تكلمت خاطر الناس غادي عندهم اتفاقية ممضات من 2017 بعض بنودها ومراحلها التوى لطبقت والإجابة ما كانتش اجتماعية الياس فخفاخ. الإجابة كانت أمنية الغاز والمتراك واللاكريموجين سبين المواطنين اعتداءات على حرمة بيوتهم. شوف زو سؤالات انت في سؤالك الجانب التعامل والجانب الوضع والاتفاقيات طبعا نجاوب عليهم الزوز. احنا كما قلت لك ديما راهو مازالت اربع شهور احنا الاتفاقيات شنو لازم اربع شهور باش ما تكونش فما مقاربة امنية القمع محتاجين سلميين قلت بعدين زوز اطراف زوز سؤالات انت قسمهم الزوز بعد نجاوب على نجاوبك على سؤالاتك الكل تهنى. السؤال الأول قلت لي فما وضع وفما اتفاقيات قديمة أنتم ورثوها ويلزم تحلوها هذا صحيح وهذا احنا واعيين به. الاتفاقيات الكل عاملين جرد عملنا الجلسة عملنا لجان مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل منذ توا شهر كلهم محطوطين على الطاولة الاتفاقات الاجتماعية الاتفاقات تاع الجهات الاتفاقات تاع الحظائر نشوفوا في إمكانيات البلاد كيفاش نجموا نتعاملوا معهم ماناش باش نتخلاو ماناش باش نتراجعوا وقلناها ماناش باش نتراجعوا كما قلت انت لأنه احنا جايين من أجل أول حاجة عندنا مفهوم الدولة وتواصل الدولة وثاني حاجة كل ما هو اجتماع شامل وفي نفس الوقت باش نغيروا الطريق الترقيع وقلناها سياسة الترقيع اللي يقوم نعطيه شوية معناتها كالكاشي والوجاعة ما تتنحاش يزيد بعد ما يكمل المفعول نزيد هذاك انت مش هذاك الحل يلزمنا نغيروا الواقع به هذا كل قاعدين نعملوا في المقاربات الكل على قفصة مجموعة كاملة تخدم على تطاوين على سيدي بوزيد على قصرين كل البلايس اللي هما أولوية بداية البلاد. الخدمة على قفصة كانت صعيبة وغضب شعبي كبير إثر زيارة المستشار جوهر بن ما نعرفش ما ليتش غياب شعبي كبير غضب إي ما ليتش غضب شعبي كبير أنا ما ليتوش أنت هنا في القصبة عاد سيد رئيس لا في القصبة أنا ريت أنه العباد الصبر متاعها طال والعباد تحب حلولته وأنا حاس به اللي بطال عنده 15 سنة تيش مش تقول له يقول لك خدمني اليوم وهذا مش تقول له هذاك اما هل نجم دونك انا فاهم الغضب موجود ومفهوم ومقبول النيه نتاع الاصلاح والنيه انه ما نواصلوش الثنايا اللي خديناهم الغلطه هذه اللي مش نخدموا عليه وبدينا بالمستشارين بكل من يعرف قفصه ويعرف تطاوين تقييم اللي عملناها قبل على شنو اللي خدم وشنو اللي ما خدمش نشوفوا في حتى في تجارب البرة ونحضروا في خطط من أجل أنه نخرجوا من الوضع ذي وساعات حتى خطة نموذجية احنا كتبناها في الوثيقة التعاقدية نحبوا حلول نموذجية الحلول مواصلة كما عملنا قبل هل اللي يتكلم سكت وعطيني ندز العجلة وكا وين وصلنا بها ندز العجلة وين وصلنا بها حلينا مشكلة حلينا حتى مشكلة دوك يزمنا نحلوا المشاكل دوك يزمنا مقاربة جديدة المقاربة الجديدة هنا نخدموا عليها وهنا جايين وهنا نحكيوا مع العقلاء نتاع الجهات واللي يفهموا والكل من أجل أن الكونترا هذا يصير. بالنسبة للمقاربة الكل ما هو تحرك اجتماعي لن يواجه حتى صفر عنف معناته مش أنا الياس فخفاخ ومش حكومتي الحقوق اللي أنت تعرفها واللي الناس يعرفوها باش تواجه التحركات الاجتماعية شو اللي تواجهه؟ تواجهه بالأمن لأنه احنا دولة هو
وقت اللي تولى فما تهديد للمؤسسات. هذا واجب الدولة، ما كانش معاش دولة. وقت اللي واحد يجي يضرب مولوتوف إلى مركز سيادة ولاية ولا معتمدية ولا واحد، هذه الدولة يلزم تحمي مؤسساتها. وأنه واحد هذا ما عادش تحرك اجتماعي، وأنه أمني يسمي الناس في تطوين جبورة مرفوع، وأنه اللاكريموجيني طيش في الديار شوف، وأنه الأمنيين يسبوا أم المتظاهرين، هذا باش يرجع المؤسسات ولا هذا الكل. أول حاجة صار تحقيق، والأمن اللي تحكي عليه صار فيه معناتها الإحالة متاعه، وأنا باسم الدولة التونسية أعتذر لكل كلمة اللي أمن، أنا نمثل الأمن كلمة خارجة على السياق. الأمني ما يتكلمش، الأمن الأمني الأمني أنه صار تصير أخطاء في الميدان، تصير أخطأ وهذا خطأ والخطأ يحاسب. ما وأنا معناتها الجنوب بصفة عامة وتطوي وكالعام قلالة، وأنا مشيت له معناتها نعرف الطينة متاع العباد هذوك، ونعرف الإحساس من كلمة هكا كي تبدأ ديبلاسي وديكالي. حالة صارت حالة وغلطة، وأنا نعتذر باسم الأهالي تطوي على الكلمة هذيك. بعد كما قلت لك الجانب الاجتماعي سنلقاو له حلول اجتماعية، والناس الكل تنجم تتظاهر، تنجم تعمل وقفة احتجاجية، تنجم كل ما هو، وهذاك حقهم. أما الدولة ترينو متاع اللي هو شريان باش يخدم العباد، مؤسسة سيادية ولا هذاك، نوليو ما كيفاش نوليو، توليو فوضى. كان نحبوا نوليو شكون باش يحمي البلاد؟ واش عاملين احنا الامن والجيش؟ الجيش اللي من اجل حمايه حرمه التراب التونسي العدو الخارجي، والامن لامن المواطن وامن المؤسسات. اما دونك هذاك نرجع لك انه كل ما هو تحرك اجتماعي سنحميه وسنوفر له اكبر حمايه في ظل احترام القانون. الاحتجاج الاجتماعي ما هو الا مظهر من مظاهر ازمه اجتماعيه اقتصاديه بالاساس. المؤشرات الاقتصاديه الكبيره اليوم بعد ازمه الكوفيد، المديونيه التونسيه وصلت ل 60%. مش بعد ازمه الكوفيد، قبل ازمه الكوفيد، بعد ازمه الكوفيد معناه مازالوا ما عندناش مؤشرات. بعد ازمه الكوفيد بلوتو النمو تو دو كرواسونس من المتوقع انه السنه يكون بين إلا 6.8. إن شاء الله يقعد هكيك. نسبة النمو عندنا شهر توقعاتك كأنها أكثر. ما للأسف عندنا شهر ونص ولا شهرين من اللي بدينا، قلت لك من اللي بدينا نخرجوا، خرجناش احنا في الكورونا يعني في مرحلة الحجر الصحي المواجه، في مرحلة من 4 ماي انطلقنا في العمل على تحيين المؤشرات وشنو السيناريو الممكنة. نسبة النمو راجعناها 3 مرات، اخرتها اليوم مجلس وزراء بتاع اليوم باش يعاود ينظر في ميزانية. عندنا 3 تو مجلس وزراء، كل مرة تجيهم ميزانية. الظرف الاستثنائي هذا، المؤشرات هذية، شنو الحلول الممكنة؟ وهذا مش كان تونس، العالم الكل، العالم الكل مع الدول العظمى كلها تو كانت تمشي، كل بلاد عندها سياسه وان بلان دو سوفتاج ولا حاجه. تسالوا على نسبه النمو، الناس ما الا 6 ل 7 ل 8 ل 10 ل 11، مازلنا. وعلى كل حال احنا ماناش واقفين، نعملوا في السيناريوهات، نحصروا في نسبه النمو وانعكاس على الميزانيه. والخطه نتاعنا اللي هي حضرت هي اللي مواكبه هالميزانيه. واحنا شو عملنا زوز افكار سهلين. الفكره الاولى انه سياسة التدين، مزيد التدين الخارجي إثنية باش تهز السيادة الوطنية في حيط. السيادة الوطنية 60% هو خطر، كي تولي متدين خارجيا 60% راهو خطر. بالتدين الخارجي البلاد كيما تونس ما يزموش يفوت 40%، 2013 كان 30%. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه لا رولانس إيكونوميك، معناتها إعادة دفع الاقتصاد هي الأولوية، كما كانت صحة التوانسة هي الأولوية. دو إعادة دفع الاقتصاد. إعادة دفع الاقتصاد كيفاش باش تجي؟ تجي أول حاجة التيتر دو ميزانية التنمية ما يلزمش تتمس، ويلزم نحرص. وهذاك علاش قلنا احنا، لأنه عملنا تجربة كانت ناجحة متاع السال دي زوبيراسيون، قاعة العمليات لمواكبة الجهات الكل ولجان جهوية، هي بيدا باش تعملوها لتنفيذ المشاريع، لانه المشاريع هي اللي باش تخدم الشركات وباش تخدم البلاد وباش تخدم العباد وباش ترجع الدوره الاقتصاديه. وقلنا ما نمسوش، بل يمكن باش نزيدوا في ميزانيه التنميه.
هذه ما تمنى. الثاني حاجة كل ما هو دفع للاقتصاد الخاص، دفع للاستثمار الخاص، ودفع معناته للمبادرة. من المبادر الصغير اللي عملنا له المبادر الذاتي لتو انتربرونور بمرسو، للاقتصاد التضامني الاجتماعي اللي عملنا له قانون، للمشاريع الكبرى اللي قلنا له مش هما شنو هما العراقيل نتاعكم، البرت أولوية تونس، برت رادس. كل ما ينجم يسهل لنا والمستثمرين في القطاع هذاك البي بي بي كيف كيف انا ايدونتيفي 9 مشاريع. دونك عندنا زوز افكار، التدين الخارجي لا، ودفع الدفع الاقتصاد. الحاجه اللي عملناها انه خذينا قرارات باش نحلوا، خذينا قبل العباد، خذينا قبل العباد والعباد قالوا دونك هذا شنو هذا باش يرجع الدوره الاقتصاديه قبل العباد. السياحه ان شاء الله ترجع شويه، الاقتصاد العباد بداوا يرجعوا، وقت تشوفهم في التوانسه بداوا يرجعوا للريتم نتاعهم. هذا النتائج اللي حققناها في الكورونا، وانه خلاتنا اليوم نحلوا وقت اللي ما زالت بلدان مسكره وما زالت بلدان، هذا اللي باش يخلي الدوره الاقتصاديه ترجع. هنا احنا ما بين اداره ازمه وبوادر اصلاحات، لكن ازمه بالحده هذه وبالقوه هذه تطلب زاده اجراءات استثنائيه، وانت حكيت على المديونيه الخارجيه، ما فماش حظوظ لتونس في سياق عالمي رينا فيه دول طالب بالشيء هذا، ورينا دول تبدي تسامح تجاه الشيء هذا. إعادة جدولة الديون الخارجية مثلا، مش ما نحكيوش على تعليق تسديد ديون أو مراجعة ديون الكريهة. فيها زوز حوايج الحكاية هذه. أول حاجة الديون أنواع، وفيها الدين العباد ما تعرفهمش اللي هو خروج على الأسواق بتجيبش. فما ديون بتاع مؤسسات عالمية فيها برشة أطراف، وفما ديون ثنائية، وكل مش هي كيكة مراجعة. ثاني حاجة العباد اللي طلبت، هم البلاد إن شاء الله تونس ما توليش كيفه، هم البلدان الفقيرة اللي طلبت مراجعة. البلدان اللي كيفنا واللي أكثر منا ما فماش حتى دولة طلبت. كل شيء الدولة اللي أعلنت، وإن شاء الله ما نوصل لهاش، أعلنت على أنه الدولة غير قادرة أن تسدد ديونها. وهذا الكشمار اللي عنا، اللي ان شاء الله ما نوصلوا، اللي باش تعملوا كل شيء باش ما نوصلوش في نفس الوقت بشويه. دونك هذا اللي صاير، معناتها الازمه. احنا قلنا نحدوا من التدين الخارجي، نحدوا خليوه في 60%، ما يزيدش خليوه في 60%، ونعملوا على مواردنا الذاتيه الداخليه، كل ما هو تهرب ضريبي نحصروه، كل ما هو مؤسسات غير منجة نصلحوها ويزمنا نصلحوها. هذايا كل ما هو تدين داخلي بنستنبطوا في أفكار اكتتاب. البارح عملت قاعدة مع سيد محافظ البنك المركزي ويخدموا هما وزارة المالية على تخليص مثلا كل ما هو قطاع بي تي بي، قاعدين نستنبطوا من أجل أنه ندفع الاقتصاد بالتدين الداخلي بذكاء وبديزوتي جدد. هذا الابداع اللي قاعدين نعملوا فيه هو ابداع. قلت لك ملامحه سهلين، لا لمزيد التدين الخارجي وإعادة دفع الاقتصاد. هذا تو اللي نخموا فيه. ما عندناش حاجة أخرى. كل ما هو يدفع الاقتصاد وكل إمكانياتنا الكل حاطينها في الجانب هذاك. وكيت بكري على تاريخك السياسي، قلنا 10 سنين. في 10 سنين هذوما وتقريبا بداية تاريخ السياسي هذا أو بدايته كوزير بعد عام، أنت كنت كوزير بداية الموندا مينيستيريال معناها في 2013 عام تقريبا بعد ما وقتها كنت وزير المالية. نويت نشر التسريب فيه رسالة نوايا وجهتها المديرة الفمية في الوقت هذاك كريستين لاغارد، وجدول حول تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وبدينا في سياسة القروضات. لذا نحب ولا نكره الياس فخفاخ في ثوب تلميذ النجيب نتاع الفمي ومتاع السيستم دونديتمون هذا وكل. انا ماذا بيت زعما جوست الكيستيون، هل انه التلميذ النجيب باش يتمرد في يوم من الايام ولا باش يقعد عاقل؟ شوف هو الحاجه، انت تعرف منين جاي والمدرسه اللي ننتمي لها. مانيش تلميذ نجيب تاع حتى حد، واحنا توا داخلين على للاسف داخلين على مواصله مناقشه مع الفمي. المدرسة اللي تنتمي لها الديمقراطية الاجتماعية كلهم في الاخر بكل كلهم في المانيا في فرنسا
كلهم يسو سون درواتيزي وقبلوا بالبوليتيك دوندتمون وتساهلوا معاها اللي هو سوكي انتريني انهم يخرجوا بالحكم. هذا في المانيا في فرنسا في اسبانيا في تبسيط البلدان الاسكندنافية حوايج معقدة انه نعملوا. اوباما خرج من الحكم اللي هو تانسبيري الى حد ما هدايا هل هكا تولي معناتها حاجة كومبلكس رجعها بينار تمشي مع لا فامي وليت ليبرال مش هكا مش بسهولة. لا مش هكا مش بسهولة هذه بشيء بلان دوت غيزون انا قلت شيء احلى في 2013 انتم 2013 وضعيتنا المالية كنا ميزان المديونية نتاعنا في حدود 45% في 2010 كانت في 40% ثلاثة سنوات تاع الثورة زادت 5 نقاط كبشينا للفامي الهدف وقتها كان لأنه البرميل كان طالع على السماء طالع على 100 دولار وكان عامل علينا ضغط كبير في الميزانية لأنه كانت 3000 مليار كلفة دعم المحروقات مشينا للفامي باش نغطيه الجانب هذاك لانه ما كناش نعرفوا قداش باش يقعد في ال 100 دولار الحمد لله في 2014 هبط ل 80 وفي 2015 هبط حتى ل 40 ولا 50 اما 2011 و2012 و2013 معدل البرميل كان في 100 دولار كي مشينا ل 100 هذا الوثيقه اللي سربتوها ماذا بيها تعاود تخرجها لا موجوده هي انترنت ما ينساش ومش سربتوها انا مشيت للبرلمان عديت فيه ما فماش تسريب انا مشيت للبرلمان المره الوحيده لمناقشه 300 مشينا فيها للبرلمان مشيت انا للبرلمان مش كي مشينا المره الجايه في 2016 ما مشيناش للبرلمان مشيت انا للبرلمان انا ومحافظ البنك المركزي وسمعنا قدمنا عرض علاش ماشي وكما صارت الجلسه جلسه نهار كامل صارت قبل ما نمشيو نمشيو نحكي على مسوده رساله النواه مشينا فيها هذيك قبل ما المسوده هذيك ديما يصيروا دي ديسكوسيون ومن بعد تمضى قبل ما نمضيوا الوثيقه النهائيه مشينا للبرلمان انا ذاك وقلنا هاو علاش ماشيين وفسرنا ووثيقة التفاهم وقتها برا باش يقرا شنو اللي فيها ولا شنو اللي فيها من خيارات قريت شويه من خيارات ما هي صالح البلاد التونسية الخيارات اللي خديناها وقتها شنو اللي فيها ماذا بيه حتى الاقتصاديين خدينا خيارات اللي وحنا نمنو بهم توا كي جينا توا واللي باش نعاودو نمشيو للفامي وللاسف مرة شو عملنا شو طلبنا من الفامي واللي صارت توا جماعتي طلبنا تقييم تقييم وصارت عديد اللقاءات تقييم للتجربة العلاقة بين تونس واللافامي في الست سنين ولا سبع سنين هذوم عملنا معهم دو كونترا بانكا لافامي احنا مساهمين فيه باش كي نستحقوا فلوس يعطينا بانكا راهي لافامي في الاخر تاخذ تمشيش لافامي تمشي لواحد اخر اش خرجنا بالكونكلوجون في هالوحده هذه مازال تبسط في الكومبلكسيتي نتاع لافامي سيد رئيس الحكومة شوية انا قاعد فما حاجات تري كومبلكس كيما لافامي تنجمش تردهم بينير بانكا بانكا لافامي بانكا لافامي بانكا لافامي بانكا كي تبدا فما صعوبات ماليه نتاع بلاد تلتجي لها لانه تعطيك فلوس رخاص وانت مساهم فيها تعطيك فلوس رخاص حسب مساهمتك وتطلب منك انك تعمل اصلاحات من اجل انك ترجع لها فلوسها وما عادش تستحق باش ترجع فلوس في الاصلاحات اللي تطلبهم يصير نقاش وانت وذراعك يا تقنعهم يا يقنعوك كان تعرف روحك وين ماشي وشنية ثنيتك وتقنعهم يقولوا لك برا كان تقول لهم ما عندكش ما تعرفش وين ماشي يقولوا لك هاي ثنية ساعات يدوك في ثنية غلط نكمل لك مهمة هذه ذولي قبل ما قلنا هيت نشوفوا هل عمل بالكش عملنا غلط اللي خرجنا به أنه صارت في العلاقة مع الفامي صاروا حوايج به وصاروا وقتا التركيز على حل مشاكل تونس بالجانب المالي عوضا على الجانب الاقتصادي لانه كانت المشي اكثر ماليه بيدجي والسياسه النقديه والكل ما كانتش اقتصادي وهذه كانت غلطه وهذا قلنا كان مش نبداو وتو مش نبداو نقاش جديد سنركز على الجانب الاقتصادي والاصلاحات الاقتصاديه واحنا مش نعطيهم مشروعنا الاقتصادي ماهوش باش يكون نتاع مونيتير وفينانسي بور بيدجي وديزيك لأنه مش هذاك اللي باش يبدل واقع البلاد، واقع البلاد هو التغيير الاقتصادي. وهذا اللي فهمنا به، هذا التقييم عملناه مع بعضنا. قالوا أعطيونا نظرتكم للإصلاح الاقتصادي. وضع اقتصادي صعيب، احتجاجات اجتماعية، جدل وضغط كبير حول شبه تضارب مصالح يمكن تحول قضية فساد. في الظرف الصعيب هذا وفي تونس اللي ما عرفتش في تقريبا من 2011 لتوا
بخلاف الحكومة اللي سبقتكم حكومة يوسف الشاهد، ما عرفتش تونس حكومة واحدة طالت أكثر من عام بخلاف حكومة يوسف الشاهد. وللأسف. قديش تعطي مدى للحكومة هذه؟ دوغي دفي متاع الحكومة هذه؟ الحكومة هذه جاية باش تقعد 4 سنين، قلتها 4-5 سنين معناتها بقية العهدة. قلتها نهار اللي خديت الثقة وقلتها نهار تسليم الأمانة، ونعاود نقولها اليوم. عندها الحظوظ الكاملة باش تقعد 5 سنين؟ يلزمها تقعد 5 سنين. لأنه هل عدم الاستقرار هذايا مش يزمها تقعد، أنا قلتها حتى مش يزمها تقعد 5 سنين، لأنه أنا ولا الوزراء اللي معايا يحبوا ياسر المنصب هذايا، لأنه بلادنا في يزمها يزم إنقاذها، والإنقاذ متاعها يزم يجيب الاستقرار. ما هو مش يجينا حتى مستثمر ولا داخلي لا خارجي، وقت اللي الحكومات تطيح وستة شهر وعاود وكرر وعمل. كي نقول لك قاعد نستثمر في الائتلاف من أجل أنه يتواصل ويقعد في نهج الإصلاح، البلاد لا ما عادش تتحمل. مش أنا ولا أنا معناته أنا عملت حملة انتخابات رئاسية وكنت نعرف لا عندي لا حزب ولا عندي، ومشيت على روحي معناته وخرجت. هكا قدرة الله جاء، تم ترشيحي ثم اختياري، ثم عملنا حكومة باهية فيها كل العائلات السياسية، جاتنا هالمعركة هذه ربحناها زادت قواتنا. هل العملية هذه هاي كذا ماخذة مسارها؟ ما يش قدر ركز معها وكم اللي جان تختم على روحها، وكان ورات اللي فما شو فساد ولا واحد كان ورات، وأنا متأكد تونا نتحامل معها نخدمه. ركزوا على أولويات البلاد. البلاد اليوم يزمها استقرار، يزمها استقرار. ما أنا مش نجم نعملوا إصلاح كان بالاستقرار، وما أنا مش نجم نعملوا استثمار بالتوانسة ولا بالاستثمار العمومي كان بالاستقرار. الإدارة ما تنجم تخدم ألاز كان ما تنحيلها العرقة وتحس اللي هي مستقرة. الدولة يلزمها استقرار، الدولة يلزمها استقرار. ما عادش النجم كل عام هذا، والحكومات الكل ونقولها لك راه الحكومات كلها راهي حاولت، معناتها صارت أخطاء واجتهاد. فماش حكومة جات ما حبش تخدم تونس، كل اللي كنت فيها أنا واللي جات بعدنا ومهدي جمعة، الناس كلها جات تحاول لأنه مشاكل قدامها وتجتهد، سكر من هنا سكر من هنا، ساعات مشينا في الترقيع، ساعات مشينا في الإصلاحات، ساعات عملنا الحكومات كل اللي ينقص ساعات نوع من الإرادة الإصلاح حكا معناتها عبد يبدأ متشبع، وساعات وبارشة الاستقرار اللي يبدأ حاجة بعد 6 شهر يبدأوا يقولوا له يا جاي انتخابات، يا يقولوا له كارتاج دو وترشنوا دو وترويكا دو. وهذا ما عادش يسمو يتواصل، ما عادش معناتها هذاك المشهد تخرج. هنا نتعاملوا مع هالمشهد، العائلات هذه عائلات تاريخية في البلاد اللي ممثلة للائتلاف، تقرب لبعضها تخدم مع بعضها، تقرب وجهات نظر مع بعضها، ما ينفع تونس ما يشبش يختلفوا عليه. شكرا على الوقت وعلى استضافتنا هنا في القصبة في رئاسة الحكومة. مرحبا بك. نواصلوا نتبعوا الملفات الحارقة هذية الكل، نتمنى يقول الأحسن تقريبا طبعا لبلادنا. شكرا رئيس الحكومة الياس فخفيع. شكرا.